كابتن بدر، ايه قصه بقى صوره محمد صلاح؟ اولا حط صوره للكابتن محمد صلاح، هو شرف لكل مصري وكل طبعًا واحد في العالم ان صوره محمد صلاح تكون موجود في نادي الزمالك او في اي نادي تاني. انا حطيتها اولا تيشرت منتخب مصر، حطيتها قدوه للعيبه، قدوه للناشئين ومدرسه الكوره، ومثل يحتذى به الاولاد، لان صلاح عقليته مختلفه تماما عن اي حد تاني. فانا دايما اقول لهم صلاح ده دماغ كويسه وبتفكر كويس وعقليته كبيره في الاحتراف، ولازم تتعلموا منه ازاي هو بيحافظ على نفسه، ازاي بيتغذى، ازاي بينام. فكل الحاجات دي فاحنا حطيناها كمثل وقدوه ونفتخر بيه دايما يعني. لكن مش صلاح زملكاوي او كذا، لا لا لا، احنا حاطينها قدوه ومثل للشباب يعني. احنا كل حاجه بقى لازم تاخدها اهلاوي وزملكاوي، هم بيفتكروا الحاجه دي كلها. طب انت حاططها ليه يعني؟ ابدا، حاطينها قدوه ومثل للشباب مش اكتر يعني. هو يمكن اللي عمل اللغط ده كابتن بدر اختيار الصوره تحديدا، اللي هو الاحتفال بتاع قوس السهم، اللي هو الاحتفال الشهير بتاع الزمالك يعني، او شعار الزمالك. هي ما كانتش مقصوده والله، احنا حطينا اللي احنا كنا مركزين عليه ان هو تيشيرت منتخب مصر، فدي اللي انا كنت مركز عليها قوي يعني.